متظاهرون يقتحمون بناية مجلس النواب لإطار التنسيق وحمل حكومة الكاظم مسؤولية دخول المتظاهرين إلى البرلمان. قوى الإطار التنسيقي والمتحالفون يوشك معه على حسب الحوارات السياسية الخاصة برئاسة الوزراء والجمهورية. حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، حيث بدأت بتظاهر في ساحة التحرير ووصلت بعدها للخضراء، لواصل المتظاهرون تقدمهم واقتحامها، غايتهم الوصول إلى مبنى البرلمان، والسبب هو رفض ترشيح محمد شيع السوداني من قبل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة. الكاظمي الزائر للأنبار دعا بخجل المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، فيما يؤكد الإطار الشيعي أن اقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثير الشبهات بشكل كبير. وحمل الإطار الشيعي حكومة تصريف الأعمال المسؤولية الكاملة عن أمن الدوائر الحكومية ومنتسبيها. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، تؤكد قوى الإطار أنه مع بدء جلسات مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد سوف يتم حسم منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، وهذا المنصب هو من الاستحقاق الانتخابي لقوى الإطار التنسيقي، لكن حتى اللحظة لا يوجد أي اتفاق رسمي على ترشيح أي شخصية محددة من قبل الإطار لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان. ويشير أعضاء من قوى الإطار أن لديهم الكثير من الشخصيات المؤهلة لشغل هذا المنصب، وخلال الأيام القريبة سيتم الاتفاق على شخصية من قبل قوى الإطار، وسوف ينال ثقة المجلس بالأغلبية كما متوقع. إذن مشاهدينا، في حصادنا لهذه الليلة نناقش كل هذه المعطيات مع ضيوفنا الأكارم، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، اقتحم أتباع التيار الصدري المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد إسقاط الكتل الكونكريتية من جهة بوابة التشريع احتجاجا على ترشيح محمد شيع السوداني لرئاسة الوزراء. وقال مراسلنا أن المحتجين تجمعوا في ساحة التحرير وعبروا جسر الجمهورية وصولا إلى الخضراء وسط انتشار أمني مكثف وتحليق واسع للطيران. ويرفض تيار ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة وتشكيل حكومة توافقية، مطالبين في الوقت نفسه بإنهاء كافة أوجه المحاصصة في البلاد. We'll be right back.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم في الاستوديو عضو تحالف الفتح السيد سلام الجزائري. أهلا بكم سيد سلام، ضيفا كريما، وكذلك ترحيب بالباحث بشأن السياسي سيد حيدر رشيد ينضم لنا بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم سيد حيدر، وأيضا ترحيب بالناشط السياسي سيد محمد الخياطي ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من ذي قار. أهلا بكم سيد محمد. أبدأ معكم سيد سلام، ما الداعي اليوم لهذه الحركة من التيار الصدري باقتحام المنطقة الخضراء للتعبير عن رفضهم لمرشح الإطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع المشاهدين ولضيفك الكريم. واقعا التظاهرات مطلب جماهيري ودستوري وقانوني كفله الدستور، ولا يمكن أنه إنكار هذه الحقيقة في العراق. فمن حق أي يعني جهة، من حق أي حزب، من حق أي منظمة أن تدعو إلى تظاهرات للمطالبة بخدمات، المطالبة بوضع اقتصادي، المطالبة بأي أمور خدمية أخرى، عطالة يعني عاطلين عن العمل أو ما شابه ذلك. وبالنتيجة التظاهرات حق كفله الدستور. تظاهرات اليوم واقعا هي كان يعني عند الإطار، عند أخوة قادة الإطار، متوقعة لرفض أي مرشح يقدمه التيار. وبالتالي اليوم الإطار التنسيقي أمام مرحلة صعبة يجب أن يمضي في تشكيل حكومته، لأن الشعب ينتظر. الشعب العراقي اليوم ليس مختزل بجهة، ليس مختزل بحزب معين. طيف الشعب العراقي المستقل كبير جدا، ولديه مصالح، لديه عدة أمور يجب أن موازنة يجب أن تقر. لذلك اليوم الشعب العراقي بعد انتخاب السيد محمد الشياع السوداني، الطبقة الوسطى، الطبقة المستقلة رحبت، خصوصا وأن السيد الشياع السوداني لم يأتي عن فراغ، وإنما جاء بمخاض عسير وعدة استبيانات للمستقلين، الشعب العراقي المستقل. طيب. وكانت هناك مقبولية كبيرة جدا من طيف كبير من الشعب العراقي. مختلف الأطراف السياسية عندها مقبولية للسيد محمد الشياع السوداني، لكن لماذا التيار يعني متمسك بهذا الرفض للسيد محمد الشياع، وربما سيكون هناك رفض لأي مرشح يقدم من قبل الإطار؟ واقعا اليوم التيار الصدري، أنه تظاهرات اليوم البعض منه نفى يعني أن تكون هي للتيار الصدري. حديث الأخ حاكم الزاملي قال هاي تظاهرات عفوية، وبالتالي قلت لك أنه تظاهرات حق مكفول، أي واحد يريد يعبر يعبر. بإمكان اليوم الإطار التنسيقي لديه قوة جماهيرية أكبر، يوم الجمعة أو أي يوم آخر يطلع لك مليونين ثلاثة تدعم السيد محمد الشياع السوداني، لأن قلت أنه تظاهرات حق مكفول. وبالتالي من حق أي جهة ترفض يعني مرشح الإطار، ولكن عبر الطرق الدستورية والقانونية. مثل ما أنت ترفض السيد الشياع السوداني، هنالك طيف كبير من الشعب العراقي جمهور الإطار يريد السيد محمد الشياع السوداني، وهذا طبيعي جدا. أنت تتظاهر وأنا أتظاهر، أنت لديك مطالب وأنا لدي مطالب. لكن تجلى يعني هذه الخطوات من مختلف الأطراف ربما يوصف بالصراع السياسي ما بين مختلف الأطراف السياسية. سيد حيدر، هل وصل هذا الصراع ما بين التيار الصدري والإطار أو ما بين القوى الشيعية إلى مرحلة أو المرحلة الصفرية، ولا بد أن يلغي طرف الآخر؟ نعم، مساء الخير الشعب. مساء الخير. حياك الله. عذرا سيد حيدر، يبدو ان هناك خلل في الصوت، دعني انتقل الى سيد محمد بعدين اعود لك. رحب بك مره ثانيه استاذ محمد، اهلا بك. استاذ محمد، اليوم الاطار الشيعي وصف اقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستوريه وعدم قيام القوات المعنيه بواجبها بان هذا الامر يثير الشبهات، يعني برايك شنو السبب اللي خلى الموضوع باقتحام الخضراء والمؤسسات الحكوميه بهذه السهوله، وهذا الامر تكرر اكثر من مره؟ شكرا جزيلا لكم ولضيوفك الكرام ولمشاهديكم الاعزاء. الحقيقه انا ايضا اتساءل هنا في الناصريه، وايضا المتظاهرين الذين شاركوا في تظاهرات تشرين والذين تظاهروا عند قبة تشرين، نتساءل ايضا ماذا لو كان ابناء تشرين اليوم قد دخلوا الى مبنى البرلمان
نعم. وهذا تساؤل قبل قليل كان يعني يطرح على صفحاتنا وعلى من خلال لقاءاتنا الشخصية أيضا مع بعض الإخوان، ماذا لو كنا نحن أبناء الشيعة الذين لا ننتمي إلى أي جهة سياسية ندخل إلى هذه المنطقة الخضراء؟ كنا في ساحة التحرير، وكان ساحة التحرير يعني المئات الآلاف من القوات الحكومية تطوق هذه الساحة وتقطع الجسور علينا، وهذا الحقيقة شاهدناه أيضا هنا في ساحة الحبوبي. لكن الذي اليوم الذي جرى مبنى البرلمان والمنطقة الخضراء الآن مفتوحة، وأعتقد بأن هناك ضيافة جيدة للأخوة في التيار الصدري لكونهم جزء من هذه الحكومة، ولا زالوا أيضا الآن جزءا كبيرا من هذه الحكومة، ولديهم مناصب عليا سواء كان في وزارة الداخلية أو في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو الوزراء. لذلك الحقيقة نحن نقدر هذا الصراع السياسي لن يؤدي إلى يعني لن يؤدي إلى كل الذي ما نقول أيضا الآن بين التيار والإطار لا يهدي مصلحة المواطن العراقي بشيء، بل هو صراع من أجل المصالح الشخصية والمصالح الحزبية. زي هؤلاء هم جربناهم ثلاث هذه الصراعات منذ عام 2003 ولحد الآن، وهم في سدد الحكومة وهم يتناوبون على هذه الوزارات وعلى كل مفاصل الدولة ولم ينجحوا في تقديم أي شيء. لذلك يا أخي التظاهرات اليوم تظاهرات حزبية، نحن لم نشترك فيها كمتظاهرين سنيين هنا في المحافظة الجديدة وفي المحافظات الأخرى. يعني استاذ محمد، يعني افهم ان موقفكم او موقف المتظاهرين او التشرينيين ليس باسم ابناء تشرين، لذلك نحن نقول. طيب استاذ محمد اذا تسمح لي، موقفكم او موقف المتظاهرين استاذ محمد، الحكومه عكس التظاهرات التي نخرج بها في ساحه طيب. الحبوبي او في ساحه التحرير، وتعرضنا للقمع والاعتداء والسجون والاعتقالات، واليوم لم نشاهد ما شاهدناه الدخانيات التي كنا نتعرض لها في ساحه التحرير او في ساحه الحبوبه او في ساحه التظاهر الاخرى التي كان يتعرض لها المتظاهرين اخوان المتظاهرين في ساحه التظاهر الاخرى. اذا التظاهرات اليوم سياسيه بامتياز، وهي تمثل كتله سياسيه لها نسبه من هذا الشعب العراقي، ونحن ايضا لا ننكر بانهم ابناء هذا البلد، لكنهم يتظاهرون بعناوينهم الخاصه وتحت قياداتهم الخاصه التي تعود لمقتدى الصدر، كما هي التظاهرات الحزبيه الاخرى التي كانت تتظاهر معنا بمسميات اخرى. طيب اعود لك مره اخرى استاذ حيدر، نعتذر عن الخلل بنقل الصوت، نعود الى نقطه الصراع الصفري. هل يعني وصل الصراع الى مرحله انه يجب ان يلغي طرف الاخر؟ ما بها مجال بعد لتوافقات تفاهمات اي صلح بين هذه الاطراف، خصوصا يعني وانه كل طرف ربما عنده مشروع يختلف عن الطرف الاخر؟ نعم بشار، مساء الخير، تحية لك ولضيفيك الكريمين ومشاهديكم الكرام أجمل التحايا. حقيقة موضوع جدا مهم، موضوع السياسة الصفرية المتبعة داخل المشهد السياسي العراقي. حقيقة السياسة الصفرية لا تجدي نفعا، باعتبار طبيعة مجتمعنا العراقي لا يتقبل السياسة الصفرية بمعنى أنه إلغاء الآخر. وأنا أعتقد أنه هذا الموضوع أو السياسة الصفرية مثل ما حبيت تسميها جنابك الكريم، أنه موجود ومتبع من قبل أكثر الأحزاب اللي موجودة. الحزب ألف يعمل جاهدا على إلغاء الحزب باء حتى تخلو له الساحة عذرا. أنا أعتقد هذا الموضوع أنه لا يمت بصلة إلى أصل الديمقراطيات التي نسعى لها كمجتمع عراقي، كنخب، كمثقفين. هذا الموضوع خطر جدا. العراق هو موزايك، هو متعدد بالسنة وبالشيعة وبالأكراد، وكذلك بالمذاهب السياسيه بالليبراليه وبالمدنيه وبالاسلاميه. انا اعتقد السياسه الصفريه لا تجدي نفعا اطلاقا داخل المشهد السياسي. انا اعتقد لو مثلا سالتني سؤال حول ما الحل لهذه المعضله وهذه المشكله التي تزامنت مع تسميه السيد الشيوعي السوداني في هذه المرحله، انا اعتقد يوجد حلين. طبعا اسمح لي ان اسال هذا السؤال طبعا من خلال قناتكم المؤقره. يوجد حلين. الحل الاول ممكن الاطار التنسيقي ان يكون ماضي وبقوه لتشكيل حكومه اشياع السوداني، وما يعني الامور الجانبيه التي تحدث من هنا وهناك، ويتحمل المسؤوليه كامله باعتبار انه الفرصه تاريخيه لتشكيل حكومه، او الركون الى حل البرلمان
وإعادة الانتخابات انتخابات مبكرة وتصفير طيب الأزمات طيب بشكل طيب تام. بعد هذه الحركة سيد حيدر بعد هذه الحركة الصدرية هل يعني تم تأكيد الموضوع أنه سوف تذهب بقية الأطراف السياسية إلى قضية حل البرلمان والبرلمان وإعادة انتخابات؟ يعني من خلال المعطيات المتوفرة على الأرض وهذه المجسات المتوفرة أنا أعتقد يوجد هناك رأيين، رأيين داخل الإطار التنسيقي، ممكن جهة معينة تدفع باتجاه حل البرلمان وتصفير الأزمة واستثمار الفرصة لخلق جو ديمقراطي أكثر أمنا، وأكو جهة أخرى تدفع باتجاه تشكيل الحكومة والمضي بقوة لتشكيل حكومة محمد إشاع السوداني. هذه الجزئيتين داخل الإطار التنسيقي، وأنا أعتقد الجزئية الأولى اللي تحدثت بها قبل قليل تشكيل الحكومة والإقبال بقوة لتشكيل هذه الحكومة بقيادة السيد إشاع السوداني راح تكون جدا مهمة، لكن هي صعبة ولكن ليست مستحيلة، ممكن أن ترفع شعار الخدمة حكومة الخدمة الوطنية ويمسك المواطن العراقي هذه الخدمات طيب بشكل حقيقي، أنا أعتقد راح تؤازر وتقبل من فئة عالية من المجتمع. أفهم من كلامك سيد حيدر أنه التيار سوف يرفض أي مرشح من قبل قوى الإطار سواء كان السوداني أو غير السوداني بسبب الرغبة بإعادة الانتخابات؟ يعني ذكرت قبل أيام من خلال قناتكم والقنوات الأخرى ممكن أي مرشح لو نزل من السماء التيار الصدري يرفض رفض قاطع، ما الدليل على هذا الشيء؟ باعتبار أنه مشروع الأغلبية اللي طرحه سماحة السيد الصدر قد أجهض من خلال الأخوة في الإطار التنسيقي، أنا أعتقد التيار الصدري سيسعى جاهداً لرد هذه الخطوة باعتبار أي مرشح ينبثق من الإطار التنسيقي يجب أن يسقط باتباع السياسة اللي تحدثنا عليها السياسة الصفرية التسقيط الآخر، فهذا جدا جدا غير مريح في هذه المرحلة حقيقة. أنا أعتقد الجلوس إلى والركون إلى طاولة الحوار هو ممكن أن يحلحل هذه المشاكل، تعرف حضرتك وكل مشاهديكم الكرام أنه طاولة الحوار والجلوس على طاولة الحوار ممكن أن تحل هذه المشاكل سياسية كانت اجتماعية أو أمنية. فمن خلال قناتكم الموقرة أدعو قادة الإطار التنسيقي والأخوة في التيار الصدري للجلوس إلى طيب طاولة الحوار وحلحلة هذه المشاكل، الركون إلى الشارع في هذه المرحلة خطر جدا وينعكس. أرجع لك على قضية المخاطر أستاذ سلام، كنتم حريصين في الإطار على اختيار شخصية لرئاسة الحكومة القادمة غير جدلية أو غير مستفزة للأطراف الأخرى خصوصا للتيار الصدري، طيب حاليا راح تحاولون تغيير السوداني بشخصية أخرى ربما مرضية أكثر للتيار لو راح تكون مصرين على محمد السوداني؟ واقعا الإطار التنسيقي لديه عدة معطيات مهمة وجيدة يمكن من خلالها بالمضي بمشروعه بأريحية كاملة، لا يوجد هنالك أي طرح في مسألة حل البرلمان، لا يوجد لا دعوة لا خارجية ولا داخلية. الوضع الإقليمي الوضع الدولي يريد العراق مستقر، يريد أن تكون هنالك حكومة بأسرع وقت ممكن، وهذه الرسائل يعني وصلت إلى الإطار من دول الإقليمية الجوار وكذلك من الدول الأوروبية وأمريكا، حتى أمريكا اليوم لا تريد المضي بأي مشروع يعرقل تشكيل الحكومة، وبالتالي هذه المعطيات مهمة جدا يمكن أن يستثمرها الإطار في دعم مشروعه. الأمر الثاني الذي يشكل الخطر اليوم أضعف حكومة موجودة في تاريخ العراق الحديث هي حكومة السيد الكاظمي، والمفروض على كل القوى الوطنية الشريفة المؤمنة بالعملية السياسية أن تزيح هذه الحكومة داخليا وخارجيا. هذه الحكومة لا تلبي مطالب الشعب العراقي، منهارة داخليا وخارجيا، وخير دليل اليوم ما حدث في دخول المنطقة، أين هيبة الدولة؟ أين هيبة الدولة؟ طيب يعني طيب دعني أقاطعك وأعود إلى نقطة مهمة ذكرها يمكن أستاذ محمد قبل قليل، المتظاهرين تشرين كانت أعدادهم أكبر بكثير وتنوع يعني شعبي كثير أيضا ومطالب كانت ربما بسيطة بدايتها، لكن لماذا لم يتمكنوا أصلا من عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء بينما الآن يتم اقتحام الخضراء بكل سهولة؟ أحسنت. الإطار التنسيقي قبل ساعة من الآن أو أكثر أصدر بيان بهذا الشأن وتأسف لما حصل من الدخول ويطالب الحكومة بوضع حل جذري والمحافظة على هيبة الدولة
ولا يريد ما تكرر في التظاهرات الأخرى، وبالتالي طبعا بحقيقة الإطار التنسيقي غير معني بهذه التظاهرات، هو لديه مشروع، اليوم لديه مشروع ولديه حمل كبير، لديه حمل أمة. ما زال الإطار متمسك بهذا المشروع رغم هذه العراقيل؟ وكان هنالك منذ إعلان السيد محمد الشاع السوداني مرشح لتشكيل حكومة، المرشح الأوحد هو السيد محمد الشاع السوداني، والآن الإطار ماضي بالدعوة إلى عقد جلسة من أجل تنصيب رئيس الجمهورية، وبالتالي مهام رئيس الجمهورية هو تكليف الكتلة الأكبر، واليوم الكتلة الأكبر هو الإطار التنسيقي. هذا المهم اليوم، المهم عند الإطار التنسيقي الاستعجال بتشكيل الحكومة وخلاص الشعب العراقي من حكومة التعظمي، والمجيء بحكومة خدمية تخدم الشعب العراقي. إن شاء الله نراها قريب. طيب أستاذ محمد، كل هذا الحراك الدائر حاليا طيلة الأشهر الماضية، حكومة مؤقتة، انتخابات مبكرة، كل هذا جاء أو جرى بدفع من تظاهرات تشرين. طيب ما هو موقفكم من هذه التظاهرات؟ هل يمكن أن تعود هذه التظاهرات بحضور من تظاهرات تشرين أو من متظاهرين تشرين أن يشاركوا بهذه التظاهرات؟ هل هناك أي مشتركات بين تظاهرات اليوم التي شهدناها باقتحام الخضراء والمتظاهرين سابقا في التحرير؟ أخي العزيز، نحن أعلننا من خلال وسائل الإعلام وصفحاتنا الشخصية بأن تظاهرات الكتل والأحزاب السياسية لا تعنينا، هذا موقف ثابت. نحن كأبناء تشرين وأبناء ساحات التظاهر الذين تواجدنا في ساحة التظاهر منذ عام 2011، وتغيرت حكومات عديدة ونحن لم نتغير ولم يتغير موقفنا بشيء. التظاهرات السياسية أقولها وأكرر وليسمع الجميع، وليسمع أبناء التيار الصدري، وليسمع أيضا أبناء الأخوة في الإطار وغيرهم، ليسمع جيدا، نحن لسنا طرفا في التظاهرات السياسية، نحن خرجنا من أجل قضايا وقضية وطنية مهمة، نحن خرجنا من أجل القضاء كان مطلبنا الأول في 25/7/2011 محاربة الفساد. كنا نريد ولا زلنا نريد أن ننعم بوطن آمن مستقر تتوفر فيه الخدمات، ما علاقة لنا حين يتظاهر التيار الصدري أو غير التيار الصدري أو الفتح أو أو العصائب أو الفضيلة. نحن طيب سيد محمد، لكن ألن يكون لكم موقف من كل هذا الحراك السياسي الدائر وهذه المخاطر التي تواجه البلاد؟ الحقيقة نحن نعي جيدا ماذا يجري من هذا الصراع والذي يدفع ثمنه أبناء الوسط والجنوب، وهذا الخلاف المحتدم بين مقتدى الصدر ونور المهدي كي يتحدث بالأسماء. هذه هي القضية، الخلاف هذا هو مستوى الخلاف. حينما يجلسون سوف تنتهي هذا الوضع، هم صراعهم على المناصب، التيار الصدري لا زال عيونه شاخصة على المناصب كما هو الإطار التنسيقي، هم يبحثون مع الجنوب وسط الجنوب يدفعون الثمن. أنا أتساءل من خلال قناتكم إلى ضيوفكم وإلى مشاهديكم الكرام، إلى متى؟ ولن نعيش هذه المعاناة، إلى متى وسط الجنوب يعاني من أزمة الكهرباء والتعليم والصحة؟ إلى متى؟ بسبب خلاف شخصي وسياسي، شخصي أكثر مما هو سياسي. لذلك نقول كفاهم، أنا أوجه كلامي إلى مقتدى الصدر وإلى نورك مالك شخصيا، كفاكم هذه الصراعات، أبناء وسط الجنوب يدفعون الثمن غاليا. ماذا يعني ما دخل اليوم إلى المنطقة الخضراء؟ ماذا يعني؟ ومن هم الذين في حماية المنطقة الخضراء؟ أليسوا عراقيون؟ ألا يحملون الهوية العراقية؟ ونحن هنا في الناصرية، ألسنا عراقيين ونحمل الهوية العراقية؟ لذلك يا أخي العزيز، نحن نقول ونوجه رسالة واضحة وصريحة، كفاهم ما يجري، كفاهم هذه الخلافات الشخصية، أما أن يستطيع أن يقود البلد، وأما أن يجلسوا في بيوت مدى العراق العراقيين أبناء الوطن الحريصين على هذا البلد. نحن نقول ونوجه رسالة أيضا، ماذا يعني عندما قرر مقتدى صدر سحب أعضاء البرلمان من البرلمان العراقي؟ خلاص ألقى الكرة في ملعب الإطار. هذه هي الحقيقة، نتحدث كعراقيين لا علاقة لنا بالأندية السياسية. إنه عندما قرر الانسحاب من البرلمان ألقى الكرة في ملعب الإطار. التيار وضع الكرة في ملعب الإطار. هذا شيء واضح لنا، واضح لنا كعراقيين غير منتبهين وغير متعصبين. لذلك أقول القرارات التي تصدر، وهذا الذي وأنا أيضا أوجه كلام، لا تسمح لي يعني دقيقة إضافية أخرى أستاذ العزيز، باختصار
باختصار استاذ محمد. قول بصراحة لماذا هذه التظاهرات؟ ماذا يعني جرت إذن لمن؟ أنا أتسائل، ألسنا نحن كلنا نحن الهوية العراقية تهمنا مصلحة البلد؟ جرت إذن لمن؟ لماذا على أي شيء جرت الإذن؟ إذا كان على مستوى واضح سيد محمد. أعود لك مرة أخرى سيد حيدر، يعني يبدو أن هناك فعلا كما تؤكدون أن هناك مخاطر، لكن تحديدا ما هي هذه المخاطر أستاذ حيدر؟ ما بالمقابل ما سبب دفع بعض الجهات للتصعيد بين الأطراف الشيعية وبين الطرفين الشيعيين وما بين السيد مقتدى الصدر وما بين السيد المالكي، وهناك قنوات فضائية تطبل اليوم للحركة التي قام بها الصدريون اليوم والدخول للخضراء والتسريبات وغيرها من الأمور؟ حقيقة مشكلاتنا كثيرة، لكن ما يعقد المشهد السياسي أكثر هم الأخوة الشيعة. دعنا نتحدث بصراحة، الأخوة الشيعة هم المعنيين بتشكيل الحكومة، والحكومة تتمتع بامتيازات وتوزيع مغانم وسلطات، وتعرف أنت ماذا ترتب على الحكومة التنفيذية. الأخوة الشيعة هم معنيون بتشكيل هذه الحكومة، لا الأخوة السنة مع احتراماتنا ولا الأخوة الكرد. مشكلتنا احنا بيناتنا احنا شيعة، شيعة غير موحدين حقيقة. إذا تنظر تأخذ جزء المشهد السياسي الشيعي، الإطار التنسيقي كأنه لسان الحال يقول أرأيت مزرعة البصل قومي كلهم رؤوس، هذا ممكن أن يطلع القرار مشوه. في قبال هذا الموضوع أنه التيار الصدري ممكن أن يكون راديكالي باتخاذ القرار، يعني ممكن سماحة السيد المقتدى الصدر ممكن أن يطرح أنه أنا من أقود العراق، أنا من أتحكم بهذا الموضوع بمن المشهد السياسي العراقي. ممكن بعض المعلومات تتحدث أنه جميع الفصائل هي خرجت من عباءة السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري، هكذا هم يفكرون بهذه الطريقة باعتبار أنه يجب أن ترجعوا إلى مقتدى الصدر. مقتدى الصدر لديه مشروع الأغلبية الوطنية، ما شئت تعدد من الأغلبيات، طبعا مع تحفظنا على مشروع الأغلبية، احنا نعرف الأغلبية هي حكم الأكثرية مع مراعاة حقوق الأقليات. المشروع التي أتى به سماحة السيد مقتدى الصدر هو مشروع توافقي، لكن المسميات اختلفت، وفي قبال هذا ومشروع التوافقية أنا أعتقد هنا صارت المشكلة ما بين التوافقية وما بين الأغلبية. هنا حصل النقاش والتصادم، وأنا ما أخفيك سر، أنا أعتقد خلال هذه الفترة خلال كلا الفريقين، هسه كان الإطار التنسيقي أو التيار الصدري، أنا أتحدث عن القواعد ما أتحدث عن القيادات، ممكن تلاحظ أنه يوجد فجو مشحون ممكن يدعو إلى التصادم مع، طبعا طيب، تحفظي على كلمة التصادم ما بين الفريقين، هذا يضعف هيبة الدولة، يضعف العملية السياسية باعتبار هم طيب المعنيين بتشكيل الحكومة، هذه الحكومة التي ممكن أن تلقي بظلالها على المجتمع العراقي، الجانب الاقتصادي، الجانب الأمني، الجانب الاجتماعي. دا أسمع أستاذ بشار عندك سؤال آخر؟ ممكن؟ لا، أرد أنتقل بسؤال أخير بهذا الملف معك سيد سلام. نقطة مهمة، هل سيسمح للسيد الصدر بقيادة العراق وأن يؤثر على قراراتكم كقوى للإطار التنسيقي وبقية القوى السياسية أيضا، والرجل عدة جمهور واسع؟ أحسن، واقعا العملية الديمقراطية بالعراق يعني مضت بعدة صراعات بين القوى الإطار. تعرف أنه المقتدى الصدر كان لديه في الحقبة 40 إلى 45 مقعد في البرلمان، الإطار التنسيقي قد يكون أكثر وهكذا. اليوم اللاعب الأساسي من يمتلك أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان، اليوم نتعامل بالأرقام. نعم أكو ضغط شارع، وهو صحيح أنه سابقا كان السيد تخلى عن مقاعدة بالبرلمان، لكن هو ضغط سياسي موجود، ضغط سياسي والجماهيري، وهذا واقعا يمتلكه الإطار أكثر. اليوم الضغط السياسي اليوم لو إذن التيار عنده جمهور كبير والإطار أيضا عنده جمهور كبير، لا حتى الضغط السياسي من بعيدا عن اليوم أغلب، وهذه نقطة مهمة، أغلب الأحزاب الشيعية من 2003 لحندان هي في عباءة الإطار التنسيقي. شوف لي حزب اليوم منظومة تحت الإطار، منظومة شيعية.
كل الاحزاب هذا اليوم. هذا الموضوع يعني دخل القوتين يعني متكافئ ربما هذا ما بمخاطر يعني. وحتى اليوم كان الاطار يعني الشيعي عنده تصريحات يعني بعد ان رشحنا بالاجماع شخصيه وطنيه ورصدت منذ امس تحركات دعوات مشبوهه تحث على الفوضى. وايضا نقول لجماهيرنا لن نخذلكم ابدا وندعوكم الى اليقظه والانتباه وتفويت الفرصه والاستعداد لكل طارئ. ما هو الطارئ وهل لديكم الاستعداد لاي طارئ فعلا؟ يعني الاستعداد لطارئ اللي هو جاي. طبعا احنا خلينا نثبت نقطه واحده مهمه. تفضل. دائما قاده الاطار التنسيقي مع توصيات المرجعيه. نعم. مع توجيهات المرجعيه مع حفظ الامن والامان مهما حصل عليهم. قدموا دماء بالتظاهرات تشرين. قدموا دماء حرقت مقراتهم ولكن كانوا يوصون بضبط النفس وتفويت الفرصه على الاعداء والمتربصين. لذلك الاطار اليوم حكمه اكثر، الاطار منسجم منضبط، لديه قادة يعملون ليل نهار من أجل مصلحة الشعب العراقي. مشروع اليوم مشروع الإطار بصراحة رسالته لا تتكرر 2018 ولا تظاهرات تشرين. اليوم لدينا مشروع وسيمضي الإطار بهذا المشروع ولو اضطر لأن ينزل جماهيره ويقود تظاهرات لتدعمه. طيب. لذلك هذا هو هدف أنه الإطار من دعوة إلى جماهيره قد يكون الايام المقبله. طيب. هذا راح يخلينا ننتقل سويه معك سيد سلام الى ملفنا الاخر، لكن نقدم الشكر الجزيل للباحث بالشان السياسي السيد حيدر رشيده. اهلا بك استاذ حيدر، كنت ضيفا كريما. والشكر ايضا للناشط السياسي الاستاذ محمد الخياط، كان معنا مباشره عبر سكايب ضيفا كريما من ذي قار. شكرا لكم استاذ محمد. اذا مشاهدينا الى الملف الاخر من الحصاد وابرز ما فيه. والإطار التنسيقي والمتحالفون معه يوشكون على حسم الحوارات السياسية الخاصة برئاسة الوزراء والجمهورية. إذن مشاهدينا، الإطار التنسيقي يوشك على حسم منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، ويقترب الإطار الشيعي من حسم شخصية مستقلة لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في وقت يؤكد متتبعون أن تسمية هذا المنصب ستدشن فصلا جديدا يضمن توازن القوى السياسية والاستحقاق الانتخابي داخل مجلس النواب. ومن المرجح إتمام هذه المهمة في أقرب جلسة للمجلس. المزيد مع الزميل علي حبيب. منصب النائب الأول لرئيس البرلمان الذي أصبح شاغرا بعد استقالة حاكم الزامل برفقة أعضاء كتلته، يجري الإطار التنسيقي اليوم حوارات لتسمية مرشحه لشغل هذا المنصب مع توجه لمنحه للنواب المستقلين. لكن الأمر ما زال قيد البحث لغاية الآن، إلا أن مصادر سياسية أفادت عن تداول معلومات بتقديم النائب المستقل محسن المندلاوي كمرشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب. أعتقد أن هنالك أكثر من مرشح قدمه المستقلون إلى الإطار التنسيقي، وهنالك توجه لاختيار أحدهم، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم حسم هذا الملف باعتبار أن هنالك بعض المعترضين على هذا المرشح المستقل. وبالتالي أعتقد أنه هذا الملف يعني ليس بتلك التعقيد، يعني باعتبار أنه مرشح رئاسة الوزراء أكثر تعقيدا من هذا المنصب وتم حسم هذا المرشح. أهمية إشغال هذا المنصب والذي يعد استحقاقا للمكون الشيعي وفقا للعرف السائد سيدفع بالعملية الرقابية والتشريعية للمجلس النيابي إلى الأمام، فالأهمية تكمن اليوم في الإسراع بحسم المواقف والاتفاق على بديل للنائب الأول تكتمل معه صورة هيئة الرئاسة في الفصل التشريعي الثاني.
وهذا لا يتم إلا من خلال وجود رئاسة برلمان قوية قادرة على إدارة هذه الملفات وتنظيم عمل مجلس النواب، من خلال وجود رئيس لمجلس النواب ونائب أول ونائب ثاني. اليوم بعد انسحاب الكتلة الصدرية منصب النائب الأول هو شاغر، وبالتالي هذا يؤثر بشكل واضح على سير العمل في مجلس النواب، خصوصا إذا ما أخذنا أن السيد الحلبوسي دائما منشغل بأمور أخرى جانبية غير واهتماماته غير الاهتمامات الحقيقية لكمنصب يعني رئيس مجلس النواب. وتخرج تسريبات تغذي معطيات الاتفاق على منصب النائب الأول، أن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية سيكون التصويت فيها للأول أيضا إذا ما حصل فيها اتفاق شامل، فالمهمة اليوم ليست بمستوى الصعوبة التي لا يمكن تجاوزها، وإنما تحتاج إلى أنضاج الأفكار والرؤى لشغل هذا المنصب المهم في الجسد النيابي. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل الملف الثاني من الحصاد نرحب بعضو تحالف الفتح سيد سلام الجزائري، أهلا بكم مرة أخرى. وأيضا الترحيب بالخبير القانوني الدكتور محسن العقيلي، انضمنا مباشرة بالصوت والصورة من بغداد، أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. أبدأ معك سيد سلام، منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، هذا المنصب كان من حصة التيار. طيب، قضية حاليا شغل هذا المنصب من أي قوة كانت، من المستقلين أو من الإطار الشيعي، راح يعقد المشهد السياسي أكثر؟ صراحة لا يعقد. لماذا يعقد؟ كان الأصعب هو اختيار رئيس الوزراء. أما هنالك مرونة كبيرة بين قادة الإطار، وهم متفقين على اختيار شخصية مقبولة من داخل البرلمان لتولي هذا المنصب. نعم، يوجد هنالك عدد من المرشحين، دولة القانون، الفتح، كذلك بعض المستقلين، ولكن الإطار يهتم ليس بالشخص بقدر ما يهتم بمصلحة الشعب العراقي، بمصلحة النواب. لذلك أعتقد الآلية التي سوف يتم بها اختيار رئيس نائب رئيس البرلمان هي مقاربة لما تم اختيار بها رئيس الوزراء. طرق عدة، مرة يكون عن طريق الهيئة القيادية بالتشاور والاتفاق والتصويت داخل الهيئة القيادية للإطار التنسيقي، ومرة يكون المطروح الآن هو الأفضل أنه هذا يخص البرلمان، لذلك بالهيئة العامة. طيب، ممكن اللجوء إلى الهيئة العامة ويحدث انتخاب. طيب، داخل الهيئة العامة وهو الأقرب والأمثل لتمثيل الديمقراطية. لكن كان هناك انزعاج صدري واضح من شغل مقاعد النواب المستقيلين، وكان الأمر غير متوقع أن يشغل الإطار هذه المقاعد بهذه السرعة، وكان انزعاج واضح. ما راح يجدد هذا الانزعاج بشغل هذا المنصب المهم بالنسبة للتيار؟ أحسنت سماحة الشيخ، يعني في مساحة على تويتر بين هذا الموضوع. نعم. وقال أبلغنا الأخوة في التيار الصدري، وجاوبوا أنه إحنا غير معنيين، القضية مفهمنا، إحنا انسحبنا وانتهى الموضوع. فبالتالي هذا المنصب مهم جدا بالنسبة للشيعة، ويجب الاستعجال به، وهي مهمة تقع على عاتق الإطار التنسيقي. وأعتقد أن هنالك شخوص، بصراحة بعض الأخوة طرح أنه يجب أن يكون الشخص المنتخب لهذا المكان يليق به، ومثل ما كان التيار الصدري لديه الأخ حاكم الزاملي، يجب أن يأتي بشخصية قوية من الإطار التنسيقي تمثل هذا المنصب، لأنه بصراحة منصب قوي داخل البرلمان، وأعتقد أنه من داخل الإطار. طيب، ومن القيادات
الخط الأول أو الثاني يتم اختياره من الأخوة النواب بهذا المعنى. طيب أهلا بك دكتور محسن مرة أخرى. ويوم أمس ذكر النائب المستقل حسين عرب أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب سيكون فيها حسم لرئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس مجلس النواب هو للمستقلين. طيب هذا الموضوع يعني راح يسهل تمرير رئيس الحكومة لو يعقده؟ تحية طيبة لك عزيزي وللسيد الضيف ولجميع السادة المشاهدين. يعني حقيقة بالعكس هو يسهل تمرير رئيس الحكومة إذا ما تم انتخاب رئيس الجمهورية، لأن العقبة يعني الحقيقية هي في انتخاب رئيس الجمهورية بسبب العدد المطلوب من الأعضاء، يعني يحتاج إلى 220 صوت، ولذلك ينبغي أن تكون التوافقات مع مختلف الكتل السياسية من أجل تمرير رئيس الجمهورية. بالنسبة لي يعني نائب رئيس البرلمان هذا المنصب المهم جدا في مجلس النواب العراقي، لأنه الآن حقيقة هناك خلل في التوازن في رئاسة البرلمان، يعني خاصة أنه يعني رئيس البرلمان والنائب الثاني تقريبا ضمن رؤية سياسية واحدة، وهم من يقررون بالتالي انعقاد الجلسات وغيرها من الأمور المهمة جدا داخل مجلس النواب. ولذلك يعني منصب النائب الأول منصب مهم جدا، وينبغي يعني حتى يكون هناك توازن وتكون هناك فاعلية لمجلس النواب حقيقية أن يتم حسم هذا المنصب، خاصة وأنه انتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان الآن لا يحتاج إلى الأغلبية المطلقة مثل الجولة الأولى التي تم انتخاب بها هيئة الرئاسة، وإنما بأغلبية الحاضرين، بمعنى إذا انعقدت الجلسة ب 150 صوت 83 صوت فقط تكفي لانتخاب النائب الأول، أما انتخاب رئيس الجمهورية فهي الخطوة الحقيقية يعني لتشكيل الحكومة، لأنه بانتخاب رئيس الجمهورية سيقوم خلال 15 يوم فقط بتكليف مرشح الكتلة الأكبر، وبالتالي نمضي بتشكيل الحكومة. طيب أعود لك سيدة سلام، يعني المعطيات تشير إلى أن هذا المنصب نائب الأول لرئيس البرلمان سيكون إما للإطار أو للنواب المستقلين ربما القريبين من الإطار، لكن هذا يعني استحقاق راح يكون له توافق. واقعا بالإطار التنسيقي لحد هذه اللحظة لم يناقش أي اسم مستقل، هذا المنصب مهم بالنسبة للإطار. نعم. وأعتقد أنا سبق وأنا قلت لك أنه هذا المنصب محصور من الأحزاب اللي داخل الإطار، مثلا الأخ السيد عمال حكيم طارح اسم، ودولة القانون طرح اسم، والفتح طرح اسم ولم يطرح من خارج هذه المنظومة. وبالتالي اليوم الإطار طبعا من ضمن أولوياته من ضمن شروطه حتى مع الكتل الأخرى التي سوف تناقش المشاركة بالحكومة، سوف تناقش الأسماء التي سوف تطرح. هنالك آلية مثل الآلية اللي طرحت في شخص رئيس الوزراء سوف تطرح ما دونه، يعني النائب الأول هنالك مواصفات خاصة يتحمل المسؤولية، لديه خبرة إدارية، لديه نزاهة وملف خالي من الفساد، وبالتالي الآلية سوف كل منصب عند الإطار، وهذا ثابت عند قيادة الإطار، كل منصب يعرض في الحكومة أو خارج الحكومة يهم الإطار. اليوم الإطار يريد أن يشكل منظومة، لأن هو بدستوره الحديث هو يكون هو ائتلاف الحاكم وهو المسؤول عن الحكومة والجوانب المختلفة، لا يستهين بأي منصب. لذلك أعتقد أن غدا أو بعد غد سيتم طرح هذه الأسماء ومداولتها داخل الإطار التنسيقي، عادات الإطار التنسيقي، ومنتظرين بس الآلية، أما أنه انتخاب من قبل الهيئة القيادية داخل الإطار أو الذهاب إلى الهيئة العامة داخل الإطار ويصوت النواب على من يريدون يمثلهم. لذلك أكو مواصفات يصر عليها الإطار في شخص النائب الأول إن شاء الله. طيب دكتور محسن، يعني بعد حسم الإطار لمرشح رئاسة الوزراء سيد محمد الشياع السوداني، ويبدو أنه ما زال مصر حتى الآن بالتمسك بهذا المرشح السوداني رغم أحداث اليوم، وجميع الأنظار تتجه صوب البيت الكردي، برأيك يعني أو توقعاتك ستكون يعني هناك مفاوضات حاسمة المرشح رئاسة الجمهورية؟ يعني حقيقة هي كانت مفاوضات خلال الفترة السابقة، يعني حسب ما كنا نرى ونسمع من الطرفين سواء من الاتحاد او من الحزب الديمقراطي او من الاتحاد الوطني، ولكن يبدو بان المفاوضات لم تصل الى التوافق فيما بينهم حول ترشيح يعني شخصيه
توافقية لمنصب رئيس الجمهورية، كانت مطروحة شخصية عبد اللطيف جمال رشيد، ولكن هذه الشخصية أيضا في الأمتار الأخيرة حدث خلاف ما بين الحزبين ولم يتم التوافق عليها، وبالتالي أصر الاتحاد الوطني على طرح مرشحه السيد برهم صالح لرئاسة الجمهورية، الأمر الذي دعا الحزب الديمقراطي إلى الإعلان بأنه سيذهب نحو الثلث المعطل، يعني حسب تصريحه بالتوافق وبالتنسيق مع تحالف السيادة، على اعتبار يعني التحالفين هم من ضمن التحالف الثلاثي الذي كان مع التيار الصدري. أنا أعتقد بأنه حسم منصب رئيس الجمهورية سيكون من خلال التصويت داخل مجلس النواب، وبالتالي يعني الحظ الأوفر هو حظ السيد برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني، إذا ما استطاع الاتحاد الوطني مع الإطار مع عزم مع المستقلين مع الحلفاء الآخرين أن يجمعوا 220 نائب من أجل عقد الجلسة والتصويت داخل مجلس. طيب بالنسبة للحجوم السياسية أو التمثيلية في البرلمان، هناك أنباء عن عقد جلسة البرلمان الخميس أو بداية الأسبوع القادم لحسم منصب الرئاسة، والإطار يبدو أنه يعني أعلن أكثر من مناسبة ولقاء بأنه داعم لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. في هذه الحالة السيد مسعود بارزاني أو الديمقراط الكردستاني راح يقدر يعرقل هذه الجلسة أو يعرقل قضية الإطار وتشكيل الحكومة؟ يعني وفق المعطيات الموجودة على الساحة السياسية الآن، الإطار يتمتع ب يعني بعدد لا بأس به خاصة بالإطار، وأيضا يتمتع بتوافق مع كتل سياسية أخرى خاصة في الاتحاد الوطني وهو المعني بتسمية رئيس الجمهورية الآن، وأيضا مع تحالف عزم ومع المستقلين. أنا أعتقد أيضا ستكون بيضة المستقلين هي التي ترجح كفة هذا أو ذاك الطرف، وبالتالي يعني من يريد أن يمر رئيس الجمهورية يجب أن يتوافق مع المستقلين، وأن يعني يكون التوافق حتى ولو كان يعني حسب رأي المستقلون يطلبون النائب الأول لرئيس البرلمان، على رغم من أهمية هذا المنصب، ولكن إذا يعني وجهة نظر الخاصة إذا ما توقف الأمر على هذا المنصب من الممكن أيضا دعم شخصية مستقلة محترمة قوية قادرة على إدارة هذا المنصب، مقابل أن يكون المستقلون مع الإطار من أجل يعني الوصول إلى 220 صوت، لأن حقيقة هو انتخاب رئيس الجمهورية هو الحجر يعني حجر العثرة في كل العملية السياسية الآن. بمجرد أن يمضي انتخاب رئيس الجمهورية ستمضي يعني انتخاب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة. طيب سؤال أخير لكم سيد سلام، يعني الحزب الديمقراطي أيضا قدم مقترحا لحل الخلاف، الأول التوجه نحو برلمان الإقليم والآخر الاستحقاق الانتخابي، لكن دعم الإطار للاتحاد إلى أي درجة أضعف موقف الديمقراطي؟ طبعا أكثر من مناسبة أكثر من تصريح، الإطار التنسيقي كان يتمنى أن يصل الحزبان الكرديان على مرشح واحد وهو الأفضل والأمثل للشعب العراقي وللعملية السياسية، تكون هنالك أريحية حتى يتم الاستعجال بتشكيل الحكومة وتسمية هذا المنصب، ولكن الإطار التنسيقي قال إذا أتى الحزبان بمرشحان فإن مرشحهما لموقف الاتحاد في تلك هذا ما راح يدفع الديمقراطي لرضوخ نوعا ما للتوافقية وما بين الاتحاد والديمقراطي؟ العلاقة اليوم يعني هنا العلاقة بين الإطار التنسيقي والديمقراطي هذه الأيام جيدة جدا، وهنالك رسائل عديدة واتصالات مع الإخوة في الإطار الديمقراطي، يعني الحزب الديمقراطي لا تصل إلى هذا الحد، أعتقد أنه هناك تفاهم كبير ولا يريد أو في دستور الإخوة الديمقراطي الذهاب إلى الثلث المعطل أو تعطيل الجلسة، بالعكس الحل الأمثل هو على ما صارت عليه في 2018 الذهاب بمرشحين ويتم الاختيار، لذلك كل حزب يمكن أن يؤثر على من يجد أهل حزب الذي يتوافق في متطلباته، وبالنتيجة الأمر يجب أن يحسم خلال هذه الأيام اليومين المقبلين، وأعتقد أن الإطار سوف يدعو إلى يوم السبت لعقد جلسة من أجل حسم منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي الآن أعتقد اليوم أو غدا أكو جلسة خاصة بين الحزبين، وهي تكون الجلسة النهائية والخاتمة لترشيح شخصية حاسمة، لأن بعد وقت ماكو، الإطار مستعجل، الإطار أبلغ الأخوة أنه يجب الاستعجال بتسمية المنصب، وإلا تأخركم ستضطرون المجيء بمرشحين ويعطى المجال للبرلمان بالتصويت المرشح
المطروح. عضو تحالف الفتح سيد سلام الجزائري، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم سيد سلام. والشكر لكم الخبير القانوني الدكتور محسن العقالي، كنت ضيفا كريما من بغداد. والشكر موصول لكم مشاهدينا، الى هنا وصلنا واياكم وضيوفنا الكرام الى ختام حصادنا لهذه الليله، والى اللقاء في حصاد اخر.